قبل بداية الشوط الأول في هذه المباراة. والله مباراة كبيرة ومباراة مهمة، المنتخب السعودي 3 نقاط تعني تأهل مباشرة كمتصدر لهذه المجموعة. المنتخب الليبي الخسارة الدخول في حساب المنتخب الليبي الذي أيضا حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الليبي. حكام هذه المباراة يتواجدوا لدينا من العراق الحكم هاوكار أحمد، بينما الحكم الثاني أيمن كمون من تونس، الحكم الثالث فهد الحن، ويتواجد الحكم الرابع أحمد الغيص. بداية الشوط الأول، البداية الساعة 4:30 دقيقة طبعا تبقت، ومن ثم يطلق الحكم صافرة بداية الشوط الأول. خيارات المدرب الأسباني أندريو المنتخب الليبي، يتواجد زياد عزيز في حراسة المرمى، معه أحمد عبد العزيز، صهيب الغول، محمد المسكين خطيرة لليبيا ولكن عادت لدفاعات المنتخب السعودي، محمد رزيق، جهاد عوين، عبد الحكيم راشد، محمد سعيد، أحمد الأجنف، وأيضا عز الدين المريمي، أدهم التومي، رمزي الشريف، أحمد اليمني، إبراهيم المهمل، وسليمان الدرويش، رفيق كشلاف. هذه قائمة الأسماء. من طوره يا نواف يا ليبيا، وكانت لسليمان الدرويش، وكذلك تضيع. من سيسجل أولا؟ من سيتقدم أولا؟ من سيقترب؟ خطيرة للمنتخب السعودي وتسديده، ولكنها إلى خارج. حذر كبير في هذه المباراة، حذر كبير. التمريرة للجهة اليمنى عادت هناك إلى الجهة اليسرى، كرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الليبي، عادت إلى الجهة اليسرى. يا سلام، كرة والثاني في المباراة، ليبيا تسجل. كرة لليبيا، الهدف الثاني قد يأتي، الهدف الثاني قد يكون قريبا، ولكن هنا يقطع الطريق لاعب المنتخب السعودي فارس البالح، بالتالي الكرة تخرج إلى خارج. هذه خطيرة، وتمرير أخرى. جول 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 يو يو. لاعب رقم 8 محمد سعيد، خطير بالمناسبة. محمد سعيد هو أحد اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي لكرة الصالات، ويلعب مع نادي العلمين. محمد سعيد، الكرة إلى خارج الملعب، وركلة جانبية لصالح المنتخب السعودي. محمد سعيد يعرف الأجواء هنا في السعودية، يعرف أجواء كرة القدم للصالات. هذا محمد، وتسديده يو. كذلك الحصول على النقطة إلى 6 نقاط. شوف التسديد محمد سعيد، الكرة صدمت، كان يجي الجول الثاني لليبيا، كان قريب. التمريرة، الهجوم المرتد اللي يقوده لاعب المنتخب إلى الجهة اليمنى لصالح المنتخب السعودي، عادت إلى نواف، تقدم وتسديده، والله قوية جميلة، لكن زياد إلى ركلة جانبية لصالح المنتخب السعودي، التمريرة وتسديده، جول. يعني أي كرة تخرج إلى خارج الملعب، حكم الميقاتي يوقف الوقت على طول للسعودية، خطيرة، وتمر وتفوت. يا فرحة على المنتخب السعودي، يا مغربي يا لعيب. مرور وتقدم بالكرة وإلى الجهة اليسرى، الحارثي خلفية، الدهان، تمرير إلى الجهة اليمنى، خطيرة. جول. ليبيا الثالث، هنا الخطأ وهنا الافتكاك، وهنا محمد سعيد في التسديدة المباشرة، وركلة جانبية للمنتخب السعودي، تمر، ومعها ينتهي شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، المباراة الأول، بالتالي ليبيا اعتمدت بعدما أن سجلت الهدفين على الهجوم المرتد، ثم استطاع محمد سعيد أن يسجل هدفا جميلا للمنتخب الليبي من خطأ دفاعي من لاعبي المنتخب السعودي. الكرة عادت لصالح المنتخب السعودي، مرتدة، هذه خطيرة، مرور جميل، كبير، يا جا.
جميل يا ناصر، لعيب يا ناصر، وتيحت للمنتخب الليبي من أمام مرمى المنتخب السعودي. التمريرة من ناصر، هذه مرتدة خطيرة، جول. إبراهيم يستغل تقدم حال ويسجل الهدف الرابع، تسديدة عادت، مرتدة. والتمريرة للجهة اليمنى، محمد سعيد وحيدا، محمد يمر بالكرة، يمر، تمريرة وعادت، عادت لحارس المرمى محمود، يتقدم بالكرة. ماذا هناك الآن؟ ركلة التفوق ليبيا في هذه المباراة قريبة وخطيرة، وتسديدة وهدف، هدف سهل كان للمنتخب الليبي، الهدف نادي العلمين، كلهم بنادي العلمين. تقدم نواف إلى ناصر الحارثي، ناصر، والتمريرة إلى معاذ، إلى عبد الإله، ولكن الكرة تصطدم، عادت من جديد، التمريرة إلى عبد الإله، التقدم، المرور، المحاولة، مرتدة لليبيا، ولكن تمريرة وين؟ التمريرة وين؟ إلى معاذ، عادت السعودية الآن، نواف عروان، نواف يتقدم، نواف تمريرة إلى ناصر، ناصر إلى معاذ، معاذ إلى نواف، تمريرات سعودية، تقدم بالكرة وتبادل للمراكز ومحاولة من أجل الوصول، من أجل التسجيل، نواف والتسديدة هنا من معاذ، الكرة صدمت. المنتخب السعودي الاستفادة من الأخطاء والكرات الثابتة بالنسبة للمنتخب السعودي لم يكن جول. سلام يا سلام، جول ثاني للمنتخب السعودي، نواف تسديده، سجل الهدف نواف، جول. أخيرا يسجل، والله لعيب يا نواف، والله لعيب. الكرة إلى الجهة اليسرى بنواف، ولكنها تمر بعيدة وإلى خارج الملعب، والله لعيب يا نواف، سجل هدفين وقاد أخطر الهجمات التي كانت للمنتخب السعودي، ولكنها كانت بتألق وتصدي وإبداع من حارس مرمى ليبيا. نواف مع كرة، 5 ثواني وتسديدة من نواف إلى يد حارس مرمى ليبيا زياد، والكرة إلى خارج الملعب. معها مشاهدينا الكرام، متابعينا من الوطن العربي الكبير، أطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية هذه المباراة بفوز المنتخب الليبي بنتيجة 5-3 للمنتخب السعودي. ألف مبروك للمنتخب الليبي، لجماهير ليبيا، حظا أوفرا للمنتخب السعودي في المباريات القادمة. الآن المنتخب الليبي